عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مش اخباركم يا كانين؟ اليوم غندير معاكم كيكه عاديه، مقادير عاديه وبسيطه ومتوفره في كل بيت. عندي هنا واحد ياغورت ديال الفاني، واحد الكاس ديال الحليب، واحد الكاس مع مرش ديال الزيت، كاس ديال سنيده. عندي هنا ثلاثه ديال البيضات، ثلاثه ديال الخمارات، وواحد الفاني. غندوزو انا غنخلط المقادير كلهم في مولينكس، وغنزيد عليهم الدقيق. الدقيق كيبقى على حسب الخليط، وغندهن المول بالزبده ونرشو بشويه الدقيق. وهنا معكم.